يا اما تخاطري وتشوفي ايه اللي هيحصل، يا اما ما تخاطريش وتفضلي زي ما حلك سر. فيها جنون، فيها جرأة، فيها حب لمغامرة. يعني توقف المخاطر يعني دغري هيك ما نقرر ونمشي. شفت بقى المقولات بتاعت الناس المشهوره دي، خاطر خاطر خاطر، رحت انا مخاطر ونشوف ايه اللي هيحصل. يعني بعد 14 سنه صاحبه صيدليه يبطل عندي صيدليه وانا عم اسس لشيء تاني مجهول. هي حرقت المراكب تبهول كل شيء. انا يعني اخذ بطوله لبنان بلشنا من 94. نصيحه هي اللي خلتك توصل للي انت وصلت له اليوم، شو بتقول؟ افشل. والله حصلت فعلا. لا شيء مستحيل. يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.